طبعا موضوعنا اليوم كتير كتير مهم، وهذه الموضوعات هي من تخصصاتك، المواضيع الدفاعية والشرح هذه التعبيرات والكلمات، ولا سيما التي تتعلق حول هوية يسوع المسيح. واليوم حديثنا عن المسيح المسيا، وطبعا يعني رح نبتدي في هذا اللقب، وبعدين رح نتكلم عن كلمة الله. فخلينا نبتدي بالمسيح. لما بتسمع كلمة أو هذا اللقب، ماذا يعني هذا اللقب؟ أمين أسيس نزار، مرة تانية بحب أشكرك وبشكر جميع الإخوة الموجودين اللي بيجهزوا كل هاي الأمور التقنية. الرب يباركك. بالنسبة للقب المسيح، يمكن هو أكثر لقب شائع عن يسوع. يعني الناس ممكن ما تعرف كلمة يسوع أو اسم يسوع، ممكن يكون عندهم اسم تاني عنه، لكن لما بتذكر المسيح كل الناس بتعرف أنت عن مين بتتكلم. فهو أكثر لقب شائع عن هذا الشخص الفريد، سواء كان داخل المسيحية أو خارج المسيحية، أكثر شيء بيعرفوه أنه هو المسيح. وهو أكثر لقب تكرر حتى في الإنجيل عن يسوع، حوالي 530 مرة ذكر عن يسوع أنه هو المسيح. فلقب شائع جداً. اللقب تكرر بشكل كبير حوالي 530 زي ما قلت في العهد الجديد. وحتى أعرف شو يعني لازم ما أعطي أنا انطباعي، لازم أشوف الكتاب المقدس وخاصة العهد القديم ماذا كان يعني لما أطلق على يسوع كلمة المسيح. أو حتى في العهد القديم لما كان يذكر المسيح لليهودي المعاصر ليسوع الناصري، ماذا كان يتوقع من هذا الاسم أو يعرف عن هذا الاسم؟